بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. درك رايحين نديرو مراجعة على الزمر الدموية، احضر معاكم ورقة وقلم وركزوا مليح، وإن شاء الله راح تكون مراجعة سريعة ومفهومة. محور الزمر الدموية محور سهل جدا، يعني ركزوا فيه برك، وشوي يحتاج إلى تركيز وحفظ المعلومات. هاي نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للناس، الناس اللي نلقاهم حنايا، عندنا كبشر عندنا 4 أنواع من الزمرات الدموية برك نقدر نلقاهم عند البشر: الزمرة الدموية أو، الزمرة الدموية أبي، الزمرة الدموية أ، والزمرة الدموية بي. درك كل إنسان يحمل زمرة دموية معينة، عنده مميزات في الدم تاعو. كي نقول الدم ركز مليح، كي نقول الدم راني نقصد، ما نقصدش برك الكريات الدمويه الحمراء. علاه؟ لانه في الدم هذاك، في العروق تاع الدم، وما كانش برك كريات دمويه حمراء، لا، الكريات الدمويه الحمراء او مكون من مكونات الدم. بصح نلقى بزاف حوايج، كيما واش، كيما الاجسام المضاده، كيما الخلايا المناعيه، كيما بزاف حوايج نقدر نلقاهم في الدم. يعني كي نقول كريات الدم على هذه، كنقولوا الكريات الدمويه الحمراء او بلازما الدم. في بلازما الدم نلقى الاجسام المضاده. خلاص، إذا الدم ما فيهش برك كريات الدموية الحمراء، لا، هو الكريات الدموية الحمراء من مكونات الدم، كيفها كيف الأجسام المضادة، كيفها يعني هادو كامل يدخلوا في تكوين الدم. خلاص، هاي نبدأ دركا. بالنسبة للناس، إذا قلنا في أنواع الزمر الدموية كاين 4، كاين أو أ بي و أ و بي. شفتوا هادو درك الزمر، درك الكريات الدموية الحمراء اللي نقدر نلقاهم، يكون عندهم مميزات كيما اللي هنا واش راك تشوف. راني نشوف انواع من الكريات الدمويه الحمراء، كما الكريه الدمويه الحمراء او على غشائها ما نلقاش جزيئه تميزها، كما اللي هنا ما كانش جزيئه تميزها. بصح اللي هنايا مثلا في الكريه الدمويه الحمراء تاع الزمره ابي، نلقى جزيئتان تميزها، الجزيئتان اللي هي مولد الراسه، نسميهم ديريكت، اسمعوا مليح الاسامي، نسميهم مولد الراسه بي ومولد الراسه ا. على مستوى الكريات الدمويه الحمراء تاع الزمره الدمويه ا، نلقى مولدات الارتصاص ا، نلقى مولدات الارتصاص ا محموله على غشائها. وعلى مستوى الكريات الدمويه الحمراء للزمره الدمويه بي، نلقى على غشائها حامله لجزيئه تاع مولدات الارتصاص. اذا هذه عندها مولدات الراسه بي، وهذه عندها مولدات الراسه ا، وهذه عندها مولدات الراسه بي و ا، وهذه ما عندهاش حتى مولدات الراسه، ما كانش. درك في بلازما الدم، خي قلنا الكريات الدمويه الحمراء برك مكون من مكونات الدم، درك واش كاين في بلازما الدم؟ ركزوا، يبان الناس اللي عندهم زمرة دموية او في بلازما دمهم، نلقى الاجسام المضادة ضد واش؟ نلقى اجسام مضادة ضد مولد الراسة بي وضد مولد الراسة ا. وانا مولد الراسة بي وانا مولد الراسة ا، ضد هادو الاجسام المضادة ضد مولدات الارتصاص او بي اللي راني نهضر عليهم لهنا، اللي راني نهضر عليهم لهنا. يعني او شت هذا مولد الراسه بي لهنا او نفسه هذا، ومولد الراسه ا لهنا او نفسه هذا. وكي نقول جسم مضاد ضد مولد الراسه بي، يعني نقصد ضد مولد الراسه هذا وضد مولد الراسه هذا. وكي نقول جسم مضاد ضد مولد الراسه ا، يعني نقصد ضد مولد الراسه هذا كما ضد مولد الراسه هذا. هكا عندهم هادو مولدات الارتصاص. درك نشوفهم بعد البنيه تاعهم، عندهم بنيه متماثله. المهم لهنا، اذا عرفنا الناس اللي عندهم زمره دمويه او على مستوى كرياتهم الدمويه الحمراء، ما لقى حتى مولد راسه مميز للزمره، وعلى مستوى بلازما الدم تاعهم نلقى اجسام مضاده ضد مولد الراسه بي، ونلقى اجسام مضاده ضد مولد الراسه ا. بالنسبه للناس اللي عندهم او بالنسبه للناس اللي هما من الزمره الدمويه ابي، ملقاش في بلازما دمهم اي اجسام مضاده ضد مولدات الارتصاص هذه. اني قاعد نقول اجسام مضاده ضد مولدات الارتصاص هذه، ما كانش، ما نلقاش. ولكن على مستوى كرياتهم الدمويه الحمراء، واش نلقى محمول على غشائها؟ نلقى مولدات الارتصاص بي ومولدات الارتصاص آه. يعني نلقى مولدات الراسه ا ومولدات الراسه بي، نلقى مولدات الراسه بي ومولدات الراسه ا محموله على غشاء كريات الدمويه الحمراء للاشخاص من الزمره الدمويه او بي. بالنسبه للاشخاص من الزمره الدمويه ا، على مستوى بلازما دمهم نلقى اجسام مضاده ضد مولد الراسه بي.
وعلى مستوى كريتهم الدمويه الحمراء نلقى مولدات الراسه محموله على غشاء على غشاء كريتهم الدمويه الحمراء من الاشخاص من نوع او الاشخاص من الزمره الدمويه بي. نلقى في بلازما الدم تاعهم اجسام مضاده ضد مولد الراسه ا. وعلى مستوى كريتهم الدمويه الحمراء نلقى مولدات الراسه واش مولدات الراسه بي. هذه هي درك السؤال اللي نطرحوه لهنا، ما هو سبب اختلاف مولدات الارتصاص هذه تاع الزمر الدمويه؟ ركزوا معايا. اذا كي ندخل للنواه، انا عندي هاي الخليه، كاين في الخليه مجموعه من العضيات الريبوزومات وغيرها، انا نسحق لهنا النواه. كي ندخل للنواه واش نلقى؟ نلقى مجموعه من الصبغيات، صح، وخيوط الاديان تلتف حول بروتينات مكونات صبغيات وما علينا. ليسونسيال نلقاو مجموعه من الصبغيات، انا يهمني الصبغي رقم 9. علاه؟ على مستوى الصبغية رقم 9 كاين مجموعة من الآليلات، كاين الآليل اي ا، كاين الآليل اي بي، وكاين الآليل اي او. الآليل اي ا يساهم لي في ظهور الزمرة الدموية ا، الآليل اي بي يساهم لي في ظهور الزمرة الدموية بي، الآليل اي او يساهم لي في ظهور الزمرة الدموية او. يعني الآليل اي ا هذا والآليل اي بي هذا آليلين سائدين، هذه معلومة. الأليل اي او والأليل اي بي أليلين سائدين، الأليل اي او هذا أليل متنحي، متنحي يعني هذا يغلب هذا وهذا يغلب هذا وهذا وهذا، واحد منهم ما يغلب، سيادة متساوية ما بين هادو، سيادة متساوية، هذا يغلب هذا وهذا يغلب هذا. علاه؟ لأنه هذا وهذا سائدين وهذا هو المتنحي. الأليل السائد الصفة الوراثية اللي عبر عليها راح تظهر، والآليل المتنحي لو كان يجي معه آليل سائد الصفة الوراثية اللي عبر عليها مش رايحة تظهر. علاه؟ لأنه معه آليل سائد راح يغلبه، وبالتالي هذاك هو اللي صفته الوراثية راح تظهر، وراح نشوفها بأكثر تفصيلا هنا. شوفوا معايا لهنايا، اذا لهنايا عندي الزمره الدمويه ا، هاي كريات الدمويه الحمراء كما كنا نقولوا، وهاي مولدات الراسه اللي نلقاها على اغشيه الكريات الدمويه الحمراء للزمره الدمويه ا. النمط الوراثي تاع الزمره الدمويه ا هو يا اما اي ا اي ا، يا اما اي ا اي او. علاه؟ لانه حنايا واش قلنا الزمره الدمويه باش تظهر لازم الآليل اي ا يساهم لي في ظهور الزمرة الدموية ا. درك النمط الوراثي تاع الزمرة الدموية ا، يا اما اي ا اي ا باش تظهر لي الزمرة الدموية ا، يا اما اي ا اي او باش تظهر لي ايضا الزمرة الدموية ا. يقول واحد علاه اللي احنا نقول له، شوف اخويا الاي او هذه اي صفة، او الاي او هذه اي آليل متنحي، يعني الصفة اللي عبر عليها ما تظهرش الا في شرط معين بعد نشوفه. والآليل اي ا هذا او آليل سائد هذا راح يغلب هذا، هذا يساهم لي في ظهور الزمرة الدموية ا، وهذا يساهم لي في ظهور الزمرة الدموية او. هذا هو اللي القوي وهذا هو الضعيف، وبالتالي هذا راح يساهم لي في ظهور الزمرة الدموية ا وراح تظهر لي الزمرة الدموية ا. على هذيك قلنا نمط الوراثة تاع الزمرة الدموية ا، يا اما هذا يا اما هذا. اذا هناك مورثة، ركزوا مليح، هناك مورثة اذا تشرف المورثة على تركيب انزيم، الانزيم هذا كيثبت لي الناغا الان اسيتيل جالاكتو امين في نهاية قاعدة سكرية قليلة التعدد، فينتج لي مولد الراسة للزمرة الدموية ا. اذا فهمنا كيفاه يساهم الاليل اي ا في ظهور الزمرة الدموية ا، كاينه مورثه، قولوا هيه كاينه مورثه. المورثه هذه واش دير؟ المورثه هذه تركب لي انزيم، الانزيم هذاك يحكم لي جزيئه سكريه، يحكم لي الجزيئه السكريه هذيك اللي اسمها الان اسيتيل جالاكتو امين، نرمزوا لها حنايا بالناقة، يحكمها. واش يدير لها؟ يثبتها. وين يثبتها؟ يثبتها على نهايه القاعده السكريه قليله التعدد. شوفوا معايا لهنا، هاي الزمره الدمويه هاي نهايه، شفتوا هذه الحمراء اي هي نهاية القاعدة السكرية قليلة التعدد، وهذه الجزيئة هي الناقة. إذا الأنزيم هذا واش يدير؟ يحكم هذيك الناقة ويثبتها لهنا على نهاية القاعدة السكرية قليلة التعدد. كيما تفوت، اسمع مليح، كيما تفوت تتثبت الجزيئة السكرية السادسة هذه اللي هي الناقة على نهاية القاعدة السكرية قليلة التعدد، واش ينتج لي؟ ينتج لي محدد مول، ينتج لي مولد الراسة أ. كيما ينتج لي مولد الراسة أ، واش هي الزمرة الدموية اللي عندي؟
هي الزمرة الدموية. صح، المورثة اللي تشرف لي على تركيب انزيم، والانزيم يثبت الناقة على نهاية قاعدة سكرية قليلة التعدد وغيرها. المورثة هذه شوف، المورثات كامل تتمثل عند الانسان بآليلين اثنين. هذه المورثات كامل، وما دام هذه مورثة ايضا فهي راح تتمثل عند الانسان بآليلين اثنين. وش هي الآليلين اللي تتمثل او اللي ممثلة بهم المورثة؟ اخويا ركز شويه، المورثه هذه راح تساهم لي في ظهور الزمره الدمويه. يعني الاليلين اللي الاليلين الممثلين للزمره، الاليلين الممثلين درك المورثه ممثله بالين، الاليلين الممثله بهم هذه الزمره الدمويه اللي راح تساهم، اللي راح تساهم في ظهور الزمره الدمويه، لازم يكونوا، لازم حتما يكون كاين الاليل اي فيها. علاه؟ لانه الاليل اي هو اللي ساهم لي في ظهور الزمره الدمويه. ما لقاش الاليل اي بي، علاه؟ لخاطر لو كان نلقى الاليل اي بي راح يساهم لي في ظهور الزمره الدمويه بي هكا. فهي واش راح يكونوا الاليلين الممثلين؟ راح يكونوا كيما هكا، يا اما اي اي علاه باش تظهر الزمره الدمويه، ويا اما اي اي او علاه لانه هذا سائد وهذا ضعيف، هذا سائد وهذا متنحي، وهذا هو اللي راح يغلب الصفه اللي عبر عليها، هذا هو اللي راح تظهر، وبالتالي تظهر الزمره الدمويه. اذا في الحالتين تظهر لي الزمره الدمويه لان اي او صفه وراثيه متنحيه. صح، هذا كمله. نروحوا لهنا. ركزوا، ركزوا مليح مليح، على باليش اذا واضحه بزاف ولا مش واضحه، حاولوا تركزوا. نروحوا دركا للزمره الدمويه بي. الزمره الدمويه بي يحمل على غشاء، على غشاء كريتها الدمويه الحمراء، نلقى محددات الرصاصه بي. النمط الوراثي للزمره الدمويه، هات هات هذه ما تنسحقوها. النمط الوراثي للزمره الدمويه بي يا هو، هو اما اي بي اي بي، يا اما اي بي اي او. علاه؟ لانه اي بي هذا، الاليل اي بي هذا اللي نلقاه على مستوى الصبغي رقم 9 عند الانسان، الاليل اي بي هذا يساهم لي، يساهم لي في ظهور الزمره الدمويه بي. على هذيك لازم نلقاه، او لازم نلقاه. واذا كان زعما اي بي اي بي واش معناتها؟ معناتها حتما راح تظهر الزمره الدمويه بي. واذا كان اي بي اي او ايضا، اذا كان ما عرفت تبان لي مشوشه لهنا، ما علينا. واذا كان الاليل اي بي اي او هذا هو القوي، هذا هو القوي، وهذا هو المتنحي والضعيف، والصفه اللي عبر عليها الاليل السائد او القوي هو، هي اللي رايحه تظهر، وبالتالي تظهر لي الزمره الدمويه بي. كاينه مورثه، المورثه هذه تشرف، مورثه اذا تشرف المورثه بي، كاين مورثه بي تشرف، تشرف على تركيب انزيم، الانزيم هذا يثبت لي سكر سادس ايضا، بصح السكر السادس هذا ماهوش هو الناقة ولكن هو الجالاكتوز. اذا خلينا نعاود، اذا تشرف المورثه بي والممثله بآليلين، يا اما اي بي اي بي. علاه؟ لانه باش، باش تظهر، باش تظهر الكريه الدمويه الحمراء، او باش تظهر الزمره الدمويه بي، يا اما اي بي اي او. علاه؟ كيف كيف باش تظهر الزمره الدمويه بي؟ اذا تشرف المورثه بي والممثله بآليلين، يا اما هادو يا اما هادو، على تركيب انزيم يثبت الجالاكتوز في نهاية القاعدة السكرية قليلة التعدد. هاي القاعدة السكرية قليلة التعدد، راني راهم 1 2 3 4 5، هاي هذه هي القاعدة السكرية قليلة التعدد، مكونة من 5 سكريات، وهذا هو الجالاكتوز. الجالاكتوز تثبتوا في نهاية القاعدة السكرية قليلة التعدد، كما تثبتوا في نهاية القاعدة السكرية قليلة التعدد تنتج لي محددة، أو تنتج لي مولد الراصة، ينتج لي مولد الراصة بي للزمرة الدموية بي. إذا قلنا اي بي تعطي صفة سائدة، اي او آليل متنحي، لهذا تظهر الزمرة الدموية بي. هذه هي الحكاية. نروح بالنسبة لل، نروح بالنسبة للزمرة، للزمرة الدموية أبي. الزمرة الدموية أبي كريات الدموية الحمراء تاع الأشخاص اللي عندهم الزمرة الدموية أبي، الكريات الدموية الحمراء راح تحمل لي على غشائها مولدات الارتصاص أ ومولدات الارتصاص بي. النمط الوراثي للزمرة الدموية أبي هو إي أ إي بي، هذا وهذا، هذا سائد وهذا سائد، والسيادة ما بيناتهم متساوية، ما كاينش واحد يغلب واحد. زعما قال أنا نغلبك، والصفة اللي نعبر عليها أنا هي اللي تظهر، وأنت الصفة اللي تعبر عليها ما تظهرش، والآخر يقول له لا وأنا للصفة اللي ما كاش. سيادة متساوية، واحد ما يغلب واحد.
انا الصفه اللي نعبر عليها رايحه تظهر، وانت الصفه اللي تعبر عليها رايحه تظهر، يظهروا في زوج. فهذا هذا واش يساهم لي في ظهور، واش في ظهور محددات او في ظهور عفوا مولدات الارتصاص تاع الزمره الدمويه. هاي ظهرت، وهذا يساهم لي في ظهور مولدات الارتصاص تاع الزمره الدمويه بي، هاي ظهرت. خلاص يعني علاه؟ لانهم ما بيناتهمش زعما السياده ما بيناتهم متساويه، اذا الصفتان اللي يعبروا عليهم او الحوايج اللي يعبروا عليهم راح تظهر. المهم تشرف المورثه ا والمورثه ب على تركيب انزيمات التي تقوم بتثبيت الناقه والجالاكتوز، التي تقوم بتثبيت الناقه والجالاكتوز. طبعا المورثه ا راح تشرف لي على تركيب انزيم اللي يثبت الناقه، والمورثه ب راح تشرف لي على تركيب انزيم اللي يثبت الجالاكتوز. اذا في نهايه القاعده السكريه قليله التعدد فتنتج مولدات الراسه ا و ب. الاليل اي ا اليل سائد يعطي صفه سائده، والاليل اي بي سائد كاليل ويعطي ايضا صفه سائده، فتظهر مولدات الارتصاص ا و ب. هاي قاعده سكريه قليله التعدد، وهاو الجالاكتوز مثبت عليها، وهاي قاعدة سكرية قليلة التعدد، وهاو الناقة مثبت عليها. درك فيما يخص الزمرة الدموية او بالنسبة للزمرة الدموية او، النمط الوراثي للزمرة الدموية او هو اي او اي او بعد. علاه؟ لانه بدرك باش تظهر للزمرة الدموية او لازم الاليلين اللي يعبروا على او الاليلين اللي يساهموا لي في ظهور الزمرة الدموية او يظهروا مع بعضهم. علاه؟ لانه لو كان يظهر معاه اليل خلاف كيما مثلا كيما اي بي ولا كيما اي ا، واش راح يصرى؟ يكون يظهر معاه اي بي مثلا، يكون يظهر معاه اي بي برك، راح هذا يغلب هذا، وبالتالي راح تظهر لي الزمرة الدموية بي، الزمرة الدموية بي هي. ولو كان يظهر لي الأليل اي ا مع الأليل اي او، راح يغلب الأليل اي ا، وبالتالي الزمرة الدموية اللي راح تظهر هي الا. درك باش تظهر لي الزمرة الدموية او لازم يكون اي او اي او، هذا وهذا متنحي، في زوج رايحين يساهموا لي في ظهور الزمرة الدموية او، بالتالي تظهر لي الزمرة الدموية او لانها مورثة. اذا قلنا لانها مورثة متنحية، اذا مورثة الزمرة الدموية او والممثلة بأليلين اي او اي او باش تظهر الزمرة الدموية او تشرف على تركيب انزيم، ولكن هذاك الانزيم اللي تشرف على تركيبه هذيك المورثة هو عبارة عن انزيم غير وظيفي، ماهوش فعال، غير وظيفي، ماهوش فعال، ماهوش اكتيف، وبالتالي ما تظهر لي حتى، او بالتالي ما يقدرش يثبت لي اي سكر سادس على القاعده السكريه القليله التعدد، وبالتالي لا تظهر اي محدد راسه خاص بالزمره الدمويه او مميز. كنت تقول لي وهذه القاعده السكريه القليله التعدد، نقول لك اني راح نجاوبك لهنا. جميع الزمر الدمويه تشترك في القاعده السكريه القليله التعدد والمكونه من وحدات خمسه، هاي 1 2 3 4 5، وعند جميع الزمر الدمويه نلقاها، وبالتالي كي كاينه عند جميع الزمر الدمويه ماهيش حاجه مميزه، ماهيش حاجه مميزه، كاينه عند جميع الزمر الدمويه. درك على هذيك، هذه ماهيش حاجه مميزه. اما هذه، اما مثلا في الزمره الدمويه ا نلقى الناقة، في الزمره الدمويه ب نلقى الجالاكتوز، في الزمره الدمويه ا ب نلقى الناقة ونلقى الجالاكتوز، في الزمره الدمويه او ما نلقى حتى حاجه. على هذيك الزمره الدمويه ا عندها مولدات الراسه ا خاصه بها، والزمره الدمويه ب عندها مولدات الراسه ب خاصين بها، والزمره الدمويه ا ب عندها مولدات الارتصاص أ و ب، ويميزوها هي تاني عن بقية الزمر. أما الزمرة الدموية أو هاي ما عندها والو، ما عندهاش يعني حاجة مميزة. السكر السادس هو من يميز الزمر. إيه هذا هو السكر السادس، اللي هو اللي هنا الناقة، واللي هنا الجالاكتوز، اللي هنا عندي الناقة، واللي هنا عندي الجالاكتوز، واللي هنا ما عندي والو. محددات الراسة، شوفوا قول محددات الراسة ولا مولدات الضد للزمر الدموية. سواء قلت محددات الراسة ولا مولدات الضد للزمر الدموية، فهي من طبيعة جليكوبروتينية، راهي من طبيعة جليكوبروتينية. يعني هادي وهادي وهادي وهادي، هادو هاهم، هادي وهادي وهادي وهادي، راهي من طبيعة جليكوبروتينية. مليح، انتوما احسن نقولوا كتعبير با. كتعبير احسن، انا نفضل انكم تقولوا مولدات، او انا نفضل انكم تقولوا محددات الراسة، هذا كتعبير احسن. نروحوا لثلاثة.
في ثلاثة درك نشوفوا حاجة خلاف درك. السؤال ننطرح سؤال، السؤال هل في الكريات الدموية الحمراء نلقى برك مولدات الارتصاص من نوع A من نوع B ولا من نوع A B مع بعضهم؟ برك ما نلقى حتى حاجة خلاف محمولة على غشاء الكريات الدموية الحمراء، ولهذا نروح نقراو هذه على مستوى النواة. نعاود ندخل للنواة، كي ندخل للنواة كاين الصبغيات، نروح نشوف الصبغي الاول. بعد في الصبغي الاول نلقى مورثة، المورثة هذه مورثة دي، نلقى مورثة اسميها مورثة دي، مورثة سائدة. المورثة دي هذه تساهم لي في ظهور جزيئة بروتينية تدعى مولد الضد دي، صح. وكاينه مورثه خلاف يسموها مورثه دي متنحيه. المتنحيه هذه هي في الاصل هذه المورثه دي المتنحيه تعواش تاع مولد ضد دي تاع الجزيئه البروتينيه دي. هكا درك تفهموا بلا عقل، برك بلا عقل، تاع الجزيئه البروتينيه دي هذه. ولكن مادام هي متنحيه الصفه تاعها لا تظهر، صح. هاي الكريه الدمويه الحمراء سواء كانت او سواء كانت ا بي سواء كانت بي سواء كانت ا، الكريات الدموية الحمراء سواء كانت O ولا A B ولا B ولا A نقدر نلقى فيها هذه الجزيئة البروتينية اللي هي من طبيعة بروتينية نسميوها مولد الضد دي. يعني ما نلقاش برك على مستوى الزمر الدموية، ما نلقاش برك محددات الراسة A و B برك، لا، وإنما نقدر نزيد، نقدر قد نلقى قد ما نلقاش، نقدر نلقى أيضا مولدات الضد دي. مولدات الضد دي هذه وين راحت المعلومة الوراثية اللي تساهم في ظهورها؟ هي متواجدة على مستوى الصبغي رقم واحد. إذا كانت المعلومة الوراثية اللي تساهم على ظهورها أو المورثة اللي تساهم في ظهور مولد الضد دي عند بعض الأشخاص مورثة سائدة، راح تظهر لي هذه الجزيئة البروتينية دي على وش محمولة على غشاء كريات الدموية الحمراء. أما إذا كانت المورثة اللي تعبر عليها اللي هي اللي تعبر على الجزيئة البروتينية هذه دي عند بعض الأشخاص عبارة عن مورثة متنحية، فوش راح يصير؟ فلن تظهر هذه الجزيئة البروتينية على أغشية الكريات الدموية الحمراء للأشخاص. ممتاز، دورك نفهمه أكثر وأكثر. دورك ملاحظة، إذا كان هناك كرية دموية حمراء يحمل غشاؤها جزيئة من طبيعة بروتينية تعرف بمولد الضد دي، فإنها زمرة ذو رزيس موجب، عندها رزيس موجب. أما إذا كانت لا تحمل على غشائها جزيئة بروتينية دي فإنها زمرة ذات رزيس سالب. هذه هي درك، هذه الجزيئة البروتينية دي لما تظهر عند بعض الأشخاص سبب ظهورها طبعا لازم تكون مورثة سائدة، الخطر لو كانت تكون مورثة متنحية ماهيش راح تظهر. إذا حتما لو كان نلقانا مثلا شخص عنده زمرة دموية A B ونلقى عنده هذا الجزيئة البروتينية محمولة على غشاء كرياته الدموية الحمراء، ديريكت راح نعرف باللي المورثة اللي ساهمت في ظهورها هي عبارة عن مورثة سائدة متواجدة على الصبغة رقم واحد. الشخص هذا زمرته الدموية ملي تكون AB نورمال تولي AB بلوس، علاه؟ لأنه عنده إضافيا هذيك المول عنده مولدات الراسة، بالإضافة إلى أنه عنده تاني مولد الضد دي هذه الجزيئة البروتينية. الناس اللي ما عندهاش كاين ناس ما عندهاش الناس اللي ما عندهاش الصفة الوراثية تاع مولد الضد دي هذه تاع الجزيئة البروتينية دي هذه واللي تظهر محمولة على أغشية الكريات الدموية الحمراء عبارة عن مورثة متنحية، على هذيك ما ظهرت. وبالتالي الناس اللي ما عندهاش هذه الجزيئة البروتينية وعندها نورمال مولدات الراس الاخرين نورمال، هذاك زمرته الدموية مثلا لو كانت تكون A راح تولي A سالب A نيجاتيف، علاه؟ لانه ما عندوش هذيك الجزيئه البروتينيه هذيك. دورك اللي عنده تتسمى A بوزيتيف، اللي ما عندوش تتسمى A نيجاتيف. الشخص اللي عنده يتسمى شخص مثلا زمره دمويه A ذو رزيس موجب، علاه؟ لانه عنده هذيك الجزيئه البروتينيه. الشخص اللي ما عندوش تتسمى زمرته مثلا لو كانت تكون بي تتسمى بي ذو ريزيسين سالب، علاه ذو ريزيسين سالب؟ لانه ما عندوش هذيك الجزيئه البروتينيه دي.
هذه هي برك. إذن الأشخاص ذو رزيس موجب ولا سالب لا نجد في بلازما الدم تاعهم ولا في المصل تاعهم أجسام مضادة ضد الرزيس. يعني كاينه معلومة لهنا، يعني زعما الرزيس هذا درك، أنا فرضا أنا مثلا أنا عندي رزيس موجب، في بلازما الدم تاعي ما تقدرش تلقى أجسام مضادة ضد الرزيس اللي عندي، يعني ضد الجزيئة البروتينية هذه، يعني ضد مولد ضد هذا مولد ضد دي، ما تقدرش تلقى في بلازما الدم تاعي. وكنت راح تشوف عند شخص خلاف ذو رزيس سالب، ما تقدرش تلقى أيضا في بلازما الدم تاعو أجسام مضادة ضد مولد ضد دي هذا بيت. أك ما تلقاش أخويا، أك ماكش راح تلقى. ولو كان تجيب مجموعة من الناس ذو رزيس موجب ومجموعة من الناس ذو رزيس سالب وتبقى تفحصهم بالواحد، تفحص بلازما الدم تاعهم بالواحد بالواحد بالواحد، تبحث على أجسام مضادة ضد مولد ضد دي، ماكش راح تلقى. علاه؟ لأنه الأشخاص اللي عندهم رزيس موجب ولا اللي عندهم رزيس سالب، أو ما كانش في بلازما الدم تاعهم أجسام مضادة ضد مولد ضد دي، أو ما كانش صح. درك الأشخاص ذو رزيس سالب، الأشخاص ذو رزيس سالب تعتبر عضويتهم الجزيئة البروتينية دي، نقصد هذه المحمولة على كريات الدموية الحمراء تاع الأشخاص ذو رزيس موجب، أي طبعا لازم تكون محمولة على كريات الدموية الحمراء تاع الأشخاص ذو رزيس موجب، جزيئة غريبة تعتبرها عبارة عن جزيئة غريبة. وعن جزيئة غريبة، لو كان مثلا نقوله جزيئة غريبة وش معناتها؟ يعني لو كان تدخل للكور تاعهم راح يهاجمها جهازهم المناعي، راح يهاجمها جهازهم المناعي ويولد ضدهم استجابة مناعية نوعية تنتهي بإفراز أجسام مضادة تروح ديريكت وترتبط مع مولدات الضد هذه اللي هي المولدات الضد دي تاع الأشخاص ذو الرزيس الموجب. شوفوا لهنا، لهنا وش عندي؟ شوفوا لهنا عندي نظام الأبيو، هاو نظام الأبيو، عندي الزمرة الدموية هاي أبي، عندها محددات الرصة بي، محددات الرصة أ، عندي اللي هنا هي الزمرة الدموية أ، عندها مولد الرصة، عندها مولد الرصة للزمرة الدموية أ، ها هو، الزمرة الدموية بي عندها مولدات الرصة بي، الزمرة الدموية أو ما عندهاش حتى مولدات الرصة، الزمرة الدموية أبي هاي عندها مولد، هنا نظام الرزيس، صح؟ نظام الرزيس. هنا نظام الابيو، هنا نظام الرزيس. الزمرة الدموية ابي اللي هنا عندها مولدات الرصة بي، مولدات الرصة ا، وعندها مولد الضد، هذا نسميه مولد الضد دي تاع الرزيس الموجب، ها تاع الرزيس الموجب. الزمرة الدموية أ عندها مولد الرصة أ إضافة لمولد الضد دي، الزمرة الدموية بي عندها مولد الرصة بي إضافة لمولد الضد دي، والزمرة الدموية أو عندها مولد، شوف هي ما عندها حتى مولد رصة ولكن عندها مولد الضد دي. علاه؟ لأنها ذو رزيس موجب. بالنسبة للناس اللي عندهم رزيس سالب اللي هنا على مستوى كريات الدموية الحمراء تاعهم، عندنا مولدات الرصة بي وعندنا مولدات الرصة أ، اللي هنا عندنا مولدات الرصة أ، واللي هنا عندنا مولدات الرصة بي، واللي هنا ما عندنا حتى مولد رصة مميز ظاهر. درك الارتصاص، ركزوا معايا، درك الارتصاص، ركزوا درك الارتصاص، هكا أحسن. هاي بالنسبة للارتصاص هنايا نركزو بزاف 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 مليح. الشخص اللي عنده رزيس سالب، مثلا نقولو كاين شخص عنده رزيس سالب، الشخص هذا أ، شخص أ عنده زمرة دموية أ، بصح زمرته الدموية ذو رزيس سالب، يعني ما عندوش مولد ضد دي محمول على غشاء كرياته الدموية الحمراء. راح يمد لنا الدم لشخص آخر، لشخص بي زمرته الدموية بي ذو رزيس سالب أيضا، يعني ما عندوش على كريته الدموية الحمراء جزيئة بروتينية دي، ما عندوش مولد ضد دي هذاك، صح. وش راح يصرى؟ نروحوا للعروق تاع الدم. في العروق تاع الدم اللي هنا وش كاين؟ كاين بالنسبة للزمرة الدموية أ نلقى كريات الدموية أ بالإضافة إلى أجسام مضادة ضد مولد الرصة بي،
ولهنا في العروق تاع الشخص تاع الزمرة الدموية بي نلقى كريات دموية بي، بالإضافة إلى أجسام مضادة ضد مولدات الراسة أ. لما ننقل أنايا كريات الدموية الحمراء من المنا، ولهنا ملاحظة نقولها أنا لما ننقل دم من شخص لشخص، اني ما نروحش نهز الدم كومبلي وننقله، لا، ام يديروا له تقنيات طرد مركزي وغيرها يفصلوا به المكونات، ام ينقلوا برك الكريات الدمويه الحمراء الاخرين الاجسام المضاده هذوك، ام يخبيوهم يخدموا بهم يخبيوهم، ولكن ينقلوا الكريات الدمويه الحمراء برك، ماشي يروح يهز لك الدم كيما راه وينقله، لا، ينقل برك الكريات الدمويه الحمراء برك. درك هذا يهز لي الكريات الدمويه الحمراء لهنا ويحطهم لهنا. درك لما شوف اش كاين، انا نشوف بعيني واش كاين لهنا، كاين اجسام مضاده ضد مولدات الرثاء. انت اخويا لما تهز لي الكريات الدمويه الحمراء اه منها وتحطهم لي لهنا، هذيك الكريات الدمويه الحمراء اه هذه راح ترتبط مع الاجسام المضاده اللي هي ضد مولدات الرثاء هذيك. اذا الاجسام المضاده اللي هي ضد مولدات الرثاء اه راح ترتبط بمولدات الرثاء اه. واش راح يصرى؟ راح يصرى لي الاختصاص ولا ما يدعى ب التلازم. لهنا ها واش راح يصرى، ها واش راح يصرى، هاي الكريات الدمويه بي وهاي الكريات الدمويه بي نورمال، وهاي اجسام مضاده ضد مولدات الراسه اه. شوف اش صرى، الاجسام مضاده ضد مولدات الراسه اه، طبعا الرسم مش دقيق 100% ولكن برك باش نوضح لكم، ها الاجسام مضاده ضد مولدات الراسه اه ارتبطت مع من، مع مولدات الراسه اه، كي ارتبطت مع مولدات الراسه اه ولا مع مولدات ضد السمره الدمويه اه، واش صرى؟ صرا ارتصاص الكريات الدمويه هادو المحملين بالاكسجين والغذاء، لازم ينقلوا هذاك الاكسجين والغذاء للاعضاء كما المخ كما القلب، باش هذاك باش هذيك الخلايا تاع المخ ولا القلب تتغذى، لما تتغذى تمد، لما تتغذى تولي مستعده تمد النشاط تاعها. ما علينا، ليسونسيال الدهن باش تنقل لك هذيك الاغذيه وغيرها، والاكسجين ما قدرتش توصل، اي مسدوده الطريق، اي مسدوده ها ما تقدرش تعدي كيما هنا. وما تدققش بزاف في كلمه شريانه، هي يعني نورمالمون نقول انسداد الشعيرات الدمويه ماشي الشريان، باسكو ما علينا، ليسونسيال انسداد الشعيرات الدمويه، ليسونسيال نبدلوها حنا نحطوها انسداد الشعيرات الدمويه. كي ينسد هذاك الشعير، كي تسد هذيك الشعيرات الدمويه واش راح يصرى؟ درك كتشوف في كريات الدمويه الحمراء هذه منعت الانسداد هذا، منع الكريات الدموية الحمراء من الوصول، كما ما تتغداش الأعضاء واش راح يصرى؟ تموت الأعضاء، لما ما تتغداش تموت. لهنا واش راح يصرى؟ الكريات الدموية الحمراء هذه بعد ارتباطها، أو بعد ارتباط الأجسام المضادة بالكريات الدموية الحمراء هذه، وبأدق قول عند ارتباط الأجسام المضادة هذه بمولدات ضد السمر الدموية، واش راح يصرى؟ راح هذيك الزمرة الدموية رايحة تتخرب، كما رايحة تتخرب رايحة تتحرر لصبغة الهيموغلوبين، كما تتحرر لصبغة الهيموغلوبين واش راه يصرى؟ راح تنسد الشعيرة الدموية، وكما تنسد الشعيرة الدموية الدم ميقدرش يفوت، كما ميقدرش يفوت الدم ميقدرش يغذي الأعضاء، كما ميقدرش يغذي الأعضاء تموت هذيك الأعضاء، كما تموت هذيك الأعضاء يموت هذاك الإنسان، هكا تصرى. عدم وصول الكريات الدموية المحملة بالأكسجين والمغذية إلى أعضاء المستقبل أو البعض منها إلى بعض أعضاء المستقبل. نشوفوا اللي هنايا تاني ظاهرة الارتصاص ولا التلازم، إذا عييتوا روحوا رتحوا وعاودوا وليوا للفيديو هكا. بقات لنا ورقة برك كي نكمل هذه، عندي هضرة نقولها لكم اللي هنايا الارتصاص ولا التلازم. نركزوا هيا افطن 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 افطن. لهنايا شخص ذو روزيس موجب، هنايا هذا شخص ذو روزيس موجب الزمرة الدموية تاعو هي الاو، ولا هنايا شخص ذو روزيس سالب الزمرة الدموية تاعو او، سما راح ننقل الدم، هنايا راح ننقل الدم من زمرة دموية او الى زمرة دموية او، ولكن زمرة دموية او هذه ذو روزيس موجب، الزمرة الدموية او هذه ذو روزيس سالب، واش راح نصرى؟ راح نشوف دائما في عروق الدم واش كاين. هنا عروق الدم تاع الزمرة الدموية او، طبعا الزمرة الدموية او ما عندهاش مولدات الراسة لا أ ولا بي، ما عندهاش مولدات الراسة لا أ ولا بي، بصح هذه الزمرة الدموية اي او ذو روزيس موجب، يعني واش عندها؟ يعني الكريات الدموية اللي راح نلقاها هنا راح نلقاها عندها مولدات الضد دي، لسهم في ظهورها المورثة دي السائدة والموجودة على مستوى الصبغة رقم واحد عند الإنسان. هاي الكريات الدموية الحمراء أو هاي، وبمولدات الضد اللي فيها بعد ها، وهاي الأجسام مضادة. ما تنساش الإنسان اللي عنده زمرة دموية أو عنده في بلازما دمه أجسام مضادة ضد مولدات الراسة أ وضد مولدات الراسة بي،
اها هي الاجسام المضاده. وانا لما ننقل الدم من شخص لاخر، انا راح ننقل برك كريات الدم، او ما يهمنيش في الاجسام المضاده واش كاين في بلازما الدم، انا راح ننقل برك كريات الدم، حنز هادو الكريات منا ونحطهم منا. هزينا هذاك الاو منا وحطيناه منا، او كريه دم ولا او. شوف هذه بالنسبه للشخص هذا عنده كريه دمويه او وذو روزيسين سالب، يعني ما عندهاش مولدات راسه لا او لا بي، واضافه الى انها ما عندهاش مولد ضد دي، ما عندهاش حاجه تميزها على غشائها. وما نساوش باللي في بلازما دمها نلقى اجسام مضاده ضد واش، ضد المولد الراسه بي وضد مولد الراسه لهنا على مستوى عروق الدم لهنايا. واش نلقى؟ نلقى ها واش راح يصرى. شوف معايا مليحه، احنا واش قلنا؟ قلنا ان الاشخاص الذين يملكون روزيسن سالب، يعني الذين كريتهم الدمويه الحمراء ما عندهاش على غشائها جزيئه بروتينيه، ما عندهاش مولد ضد دي على غشاء كريتها، على غشاء كريتها الدمويه الحمراء، تعتبر الجزيئة هذه اللي هي تعتبر مولد ضد دي هذا اللي هو من طبيعة بروتينية جزيئة غريبة، يعني لما تدخل للعضوية تاعها واش راح تنتج العضوية تاعها؟ راح تثير جهازها المناعي، وتعتبر لأنها جزيئة غريبة راح تثير جهازها المناعي، وكما تثير جهازها المناعي الجهاز المناعي راح يهاجمها يطاكيها، راح يهاجمها ويولد ضدها استجابة مناعية نوعية تنتهي بإفراز أجسام مضادة نورمال ضد واش؟ ضد مولد ضد دي. بصح تقول لي يا اخي قبيله قلنا ملاحظه باللي مولد ضد دي هذا اللي عند الاشخاص السالبين الروزيس وعند الاشخاص موجبين الروزيس، او ما كانش في بلازما الدم تاعهم اجسام مضاده ضد هذا المولد ضد دي، ضد هذه الجزيئه البروتينيه دي. منين تجي الاجسام المضاده؟ ركز لي على كلمه اثاره استجابه مناعيه، كيما ثير استجابه مناعيه ضد جسم غريب، الاجسام المضاده اللي راح تنتج راح تكون على حساب هذاك الجسم، على حساب محدد هذاك الجسم الغريب اللي اثار الاستجابه المناعيه، يعني مش حاجه جديده. علاه انت عندك في جسمك اجسام مضاده ضد نوع معين من انواع الاجسام الغريبه اللي تدخل لعضويتك؟ لا، ولكن لما تدخل هذيك الاجسام الغريبه لعضويتك وتتعرف عليها عضويتك ومن بعد تصرى الاستجابة المناعية هذيك، يتم إنتاج أجسام مضادة، يتم صنع أجسام مضادة وإنتاجها في الجسم. اسم هذه الأجسام المضادة راهي مصنوعة في الجسم، ومصنوعة يعني بدقة باش ترتبط لي مع مولد الضد، شكون اللي هو مع مولد الضد دي هذا. فواش دير الأجسام المضادة هذيك؟ تعمل على رص كريات الدمويه الحمراء الحامله لمولد ضد دي، وبالتالي كي تعمل على رصو واش راح يصرى؟ ها هو كي عملت على رصو راح طبعا راح تتخرب هذيك الكريات الدمويه الحمراء، وراح تتحرر لي صبغه الهيموغلوبين، وراح تسد لي هذاك الشعيره الدمويه، طبعا نحي شريان، راح تسد لي هذيك الشعيره الدمويه. كما تسد لي هذيك الشعيره الدمويه الكريات تاع الاكسجين هاي ما تقدرش تفوت منا لمنا، وكما تقدرش تفوت منا لمنا كيف ما تغديش مختلف الخلايا تاع الاعضاء، وبالتالي راح تموت الاعضاء، وبالتالي راح يموت هذاك الانسان. هذه هي لهنا عند تسلل او وصول الكريه الدمويه الحمراء من شخص ذو روزيس موجب الى اخر ذو روزيس سالب، تتم مهاجمتها مناعيا تحت تاثير اجسام مضاده تعمل على رص كريه الدمويه الحمراء موجبه الروزيس. هذه هي قتلنا هذه الورقه الاخيره. قبل ما نقول هذه الورقه الاخيره خاوتي، اذا عجبك الفيديو هانا قربنا نخلصو، اذا عجبك الفيديو دير اعجاب هكا، اشترك لي في القناه، فعل جرس التنبيهات، وبارطاجيو الفيديو خاوتي جزاكم الله خيرا. هكا بارطاجيو الفيديو، علاه؟ درك انا مانيش فاهم، مثلا انا مانيش فاهم، وواحد خلاف انا وانت شفت الفيديو مثلا ولقيتو ويعني واستفدت وفهمت هكا، زيد بارطاجي باش اللي مش فاهم يفهم. هذا ما كان، هذه هي. نكملوا بالنسبه درك الشخص زمرته الدمويه ابي، بصح هذا الشخص ذو روزيسن سالب، يعني ما عندوش مولد ضد دي على غشيه كريته الدمويه الحمراء،
وراح يمد الدم لشكون؟ راح يمد الدم لشخص ذو الشخص ابي بعد، بس هذا الشخص ذو روزيسن موجب، وش راح يصرى؟ اللي هنا هاي تمثيل الكريات الدمويه الحمراء، طبعا ما ننساش مولدات الارتصاص او بي اللي تتميز بهم الزمره الدمويه ابي، واللي هنا تمثيل الكريات الدمويه الحمراء، اللي هنا وما ننساش مولدات الارتصاص او بي اللي تتميز بهم الزمره الدمويه ابي، بالاضافه الى مولد الضد دي اللي تتميز به الزمره الدمويه ابي موجبه الروزيس ولا ذو الروزيس الموجب. وين راحوا الاجسام المضاده؟ شكون اللي يقول؟ شكون اللي يقول وين راحوا الاجسام المضاده؟ مثلا لو كان واحد يقول الزمره الدمويه ابي اي ما فيهاش، او ما عندوش الشخص اللي عنده زمره دمويه ابي، او ما عندوش في بلازما دمه اجسام مضاده ضد الا وضد ضد مولدات الضاد للزمر الدمويه ا، ولا ضد مولدات الضاد للزمر الدمويه بي، او ما عندوش اها. ونقول لك مولد ضد دي، تقول لي الاشخاص موجبين الروزيس ولا سالبين الروزيس، او ما عندهمش في بلازما دمهم اجسام مضاده ضد الجزيئه البروتينيه دي، ولا ضد مولد الضد دي. واش راح يصرى انا لما نقول الكريات الدمويه الحمراء من المضاد؟ واش راح يصرى؟ ما راح يصرى والو. علاه ما راح يصرى والو؟ ما راح يصرى والو. الكريات الدمويه هاي كاينه ابي نورمال، ما كانش جزيئه غريبه حتى يهاجمها الجسم مناعيا. ما كانش اجسام مضاده اللي احنا قادره ترتبط بمولدات الارتصاص هذه وتعمل على رص الكريات الدمويه الحمراء. ما كاين حتى حاجه تقدر ترتبطني بالكريات الدمويه الحمراء هذه، وبالتالي الكريات الدمويه الحمراء هذه رايحه تتحرك لي على مستوى الشرايين، على مستوى الشعيرات الدمويه بحريه وبسلاسه، وراح توصل لي الغذاء والاكسجين وللمجموعه من الاعضاء، وهيك كل الاعضاء تاع الجسم للخلايا وللانسجه، وبالتالي راح تتغذى هذيك العضويه ونورمال. هذا ما كان لهنا بالنسبه للشخص بي ذو روزيس موجب، كيمد الدم لشخص ابي ذو روزيس موجب بعد، هم في زوج ذو روزيس موجب. الشخص بي هذا تمثيل الكريه الدمويه الحمراء تاعو كيما هكا، ها هنا عندنا مولد الارتصاص بي للزمره الدمويه بي، واللي هنا عندنا مولد الضد دي لانه ذو روزيس موجب، واللي هنا هذا الشخص ابي عنده مولدات الارتصاص او مولدات الارتصاص بي، وعنده اضافه الى المولد الضد دي تاع الروزيس الموجب. واش راه يصرى هنا على مستوى عروق الدم؟ او ما ننساش الشخص اللي عنده زمرته الدمويه بي او عنده في بلازما دمه اجسام مضاده ضد مولد الارتصاص ا ها، ولا هنا الشخص اللي عنده ولا اللي زمرته الدمويه ابي او ما عنده والو في بلازما دمه، ما عنده والو في بلازما الدم تاعو، لهنا واش راح يصرى؟ ببساطة لهنا كيما ننقل الدم من هذا لهذا ما راح يصرى والو. علاه ما راح يصرى والو تاني؟ لأنه درك هادي، لأنه لهنا ما كانش أجسام مضادة تقدر ترتبط لي مع محددات الارتصاص تاع الزمرة الدموية بي، ما كانش. ها كيما راك تشوف، تقول لي وين الروزيس؟ نقول لك وين الروزيس هذا اللي راك تشوف فيه لهنا، أو كاين لهنا، وبالتالي الإنسان اللي عنده روزيس موجب، كي تنقول له أنت يا زمرة دموية عندها روزيس موجب كيما لهنا، ماهوش العضويه تاعو ماهيش راح تهاجمها مناعيا. علاه؟ لانها ما تعتبرهاش جزيئه غريبه، اي ما تعتبرهاش جزيئه غريبه، اي كاينه ديجا عندي انا، وايضا لهنا ما كانش اجسام مضاده يقدروا يرتبطوا لي مع مولدات الارتصاص هذه، كيما كاش اجسام مضاده يقدروا يرتبطوا لي مع مولدات الارتصاص هذه، بالتالي واش راح نقول؟ ما تصراش هذيك، ما تصراش حتى ارتصاص، وما يصرى حتى تلازم، ويكمل الدم يمشي نورمال. هنا بالنسبة للشيء الأخير نزربو شوية لهنا، بالنسبة للشيء الأخير اللي وصلنا له لهنا، كوريا دموية أو شخص ذو روزيس سالب راح يمد الدم لشخص ذو روزيس سالب، هنا أو ولا هنا أبي، لهنا أبي هاو التمثيل تاعها، أي ذو روزيس سالب ما كانش هذيك الجزيئة البروتينية دي، ولا هنا هذه ثاني ذو روزيس سالب ما كانش الجزيئة البروتينية دي هذيك، هاي الزمرة الدموية أو هاو واش كاين في بلازما الدم كما تكلمنا سابقا، وهاي الزمرة الدموية أبي وما كاين حتى أجسام مضادة في بلازما الدم كما تكلمنا سابقا. كي ننقل الدم لهنا واش راح يصرى؟ راح يعبر الدم بسلاسة وبسهولة. علاه؟ لهنا هل هناك مولدات ارتصاص معينين؟ لا، ما كاش مولدات ارتصاص معينين، ما كاش. ولهنا هل هناك اجسام مضادة تقدر ترتبطني مع كاش؟ ما حاجة اصلا، ما كاش لهنا اي حاجة مميزة للغشاء تقدر ترتبط بها اجسام مضادة، واصلا ما كاش لهنا خلاص اجسام مضادة، بالتالي تقدر يعبر الدم بسلاسة وما يصرى لا ارتصاص لا تلازم. مما سبق يمكن استنتاج مخطط لنقل الدم تفاديا لحدوث
الارتصاص وش هو المخطط هذا. هو هذا المخطط انه الزمرة الدموية او تمد للابي وتمد للأ وتمد للبي، الزمرة الدموية أ تمد للابي، الزمرة الدموية بي تمد للابي، الزمرة الدموية او تمد للابي، والابي يعتبر اخذ عامل او تعتبر معطي عام. ما ننساش باللي كل زمرة دموية تقدر تمد لنفسها. هذه القاعدة الاولى، هذه هي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية، هادو لازم يمشيو مع بعضهم، هادو لازم يمشيو مع بعضهم. كنخلص ندير لكم نصائح ان شاء الله. هادو لازم يمشيو مع بعضهم. القاعده الثانيه واش تقول؟ تقول الريزيستنس سالب في حاله النقل، لازم نراعيو هذا السعر، ومن بعد كيما نخلصوا هذا نراعيو هذا. كيما يكون الزمره الدمويه الريزيستنس سالب، من السالب للموجب تقدر تمد نورمال، من السالب للسالب تقدر تمد نورمال، من الموجب للموجب تقدر تمد نورمال، من الموجب للسالب ما تقدرش تمد اخويا. علاه؟ لانها تعتبرها جسم غريب وتهاجمها مناعيا. اذا من الموجب للسالب ما نقدرش نمد، اذا من الموجب للسالب ما نقدرش، من السالب للموجب نقدر، ومن الموجب للموجب نقدر، ومن السالب للسالب نقدر. هذه هي فيما يخص الزمر الدمويه. طبعا الشيء اللي لازم تركز عليه بزاف هذا المخطط، هذا تحفظه كي اسمك، هذا وهذا، هادو تحطهم، هادو وتحطهم بالإضافة للجدول هذا. هادو ما اللي تحتاجهم أخويا. يعني أنا لما لو كان وصل نهار البكالوريا وامتحان العلوم وحطوا قدامي أنا تمرين تاع زمر دموية، واش أول حاجة نديرها؟ أول حاجة نطراسي الجدول هذا، نعلم الجدول هذا في ورقة الوسخ ديريكت. واش كاين في بلازما الدم؟ واش كاين في المصل؟ واش كاين في المصل في بلازما الدم؟ واش كاين مولدات الارتصاص محمولة على أغشية الكريات الدموية الحمراء؟ ومن بعد واش نطراسي هذا، وبعد نكتب هذا المخطط الاول تاع النقل والمخطط الثاني. انا درك لما نجي نكتب المخطط هذا والمخطط هذا ونجي نستعملهم مثلا ببساطه، اش كيف نستعملهم؟ نقول زعما لو كان الاو موجبه الريزيس والابي سالبه الريزيس، اخي الاو تقدر تمد للابي نورمال؟ لا مش نورمال. علاه؟ لانه هذا القانون يمنع لي هذا. علاه؟ لانه هذه ها موجبه الريزيس سالبه الريزيس، لا اذا هذا يتماشى مع هذا في زوج. يعني لهنا هذه او لازم تكون سالبه الريزيس، وهذه لازم تكون سالبه الريزيس لهنا ها ديريكت. يعني الاو لازم تكون سالبه الريزيس، ولا نقولوا زعما الاو سالبه الريزيس، لازم الابي تكون يا اما موجبه الريزيس يا اما سالبه الريزيس يا اما موجبه الريزيس. لا عفوا، لا اما موجبه الريزيس في حاله الاو، في حاله الاو كانت موجبه الريزيس. اي هكا حاولوا برك، حاولوا برك ها الا مثلا الا هذه الا الا لو كان كانت موجبه الريزيس، لازم الابي تكون موجبه الريزيس. هذه هي حاله النقل الوحيده الممكنه، هذه هي، لانه من موجبه الريزيس لسالبه الريزيس ممنوع. هذه هي البي، البي تقدر تمد لنفسها هي، بصح لو كان بي موجبه الريزيس حتمد لنفسها وحتمد البي خلاف سالبه الريزيس ما كانش. علاه؟ لانه النقل ممنوع. اما بي سالبه الريزيس تقدر تمد البي سالبه الريزيس، بي موجبه الريزيس تقدر تمد البي موجبه الريزيس، بي سالبه الريزيس تقدر تمد البي موجبه الريزيس، بي موجبه الريزيس ما تقدرش تمد البي سالبه الريزيس. هذه هي. درك واش راح ندير انايا في الزمر الدمويه؟ نراجع بزاف هادو. كاين ملخص ايضا تاع الاستاذ محمد مازوني اسكندر، استاذ بولايه قسنطينه، رائع جدا. حنحط لكم ان شاء الله الرابط تاعو في صندوق الوصف، ادخلوا له واكتبوا هذاك الملخص، احفظوا. تحب ثاني نقول هذه المراجعه اللي درناها؟ هذه هي في الباك، عليك التركيز على هذه الامور. بارطاجيو الفيديو، شاركوا في القناه، تفعلوا جرس التنبيهات. هذه هي. اللهم اني استودعك ما قرات وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي اليه انك على كل شيء قدير، حسبي الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمه الله.